السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، مرحبا بكم في درس جديد من دروس لغتنا العربية. موعدنا اليوم مع حرف النون، ولكن قبل أن نذهب إلى حرف النون، هيا إلى الإملاء اليومي. كلنا يكتب مساحة، كلنا يكتب مساحة، والآن صحح لنفسك. كلنا يكتب مسيحة، كلنا يكتب مسيحة، صحح لنفسك. كلنا يكتب رسامة، رسامة، والآن صحح لنفسك. كلنا يكتب رسيمة، والآن صحح لنفسك. مسح، مسيحة، رسم، رسيمة. أحمد، ماذا ترى في الصورة؟ ماذا ترى في الصورة؟ أحسنت يا أحمد، في الصورة نحلة، في الصورة نحلة. مشعل، بما بدأت كلمة نحلة؟ كلمة نحلة بما بدأت؟ أحسنت، بحرف النون، نون النحلة. كلنا يلون النحلة، وبعدها نلون حرف النون، نلون حرف النون. أين الصورة التي تحوي حرف النون؟ عندنا صورة شمس، وصورة سحابة، وصورة نجمة. أين الصورة التي تحوي حرف النون؟ نايف، تفضل. نجمة، أحسن، نون النجمة. كلنا يضع خطا تحت النجمة، كلنا يضع خطا تحت النجمة. هيا بنا نتعرف على مواضع حرف النون. الموضع الأول، النون في أول الكلمة، النون في أول الكلمة، مثل نصر، نسيم، نمر، نصح. النون في أول الكلمة، سنة صغيرة فوق السطر، ثم ننزل ونمشي على السطر. نصر، نسيم، نمر، نصح. الموضع الثاني، النون في وسط الكلمة، الموضع الثاني، النون في وسط الكلمة. نسير على السطر هكذا، ثم نصعد سنة صغيرة، ثم ننزل مرة أخرى ونسير على السطر، ونضع النقطة فوق السنة. النون في وسط الكلمة، مثل ينصر، منار، عنصر، كنسة. النون في وسط الكلمة، مثل ينصر، منار، عنصر، كنسة. النون في آخر الكلمة، ملتصق بما قبله، مثل حسن، وطن، قطن، فرن. حسن، وطن، قطن، فرن. الموضع الرابع، النون في آخر الكلمة غير ملتصق بما قبله، مثل حنان، قرون، أقران، إحسان. النون في آخر الكلمة، مثل حنان، قرون، أقران، إحسان. أصوات حرف النون، هيا بنا نتعرف على أصوات حرف النون. عندنا النون بحركة الفتح تعطينا الصوت ن، والنون بحركة الضم تعطينا الصوت نو، والنون بحركة الكسر تعطينا الصوت ني. نا، نو، ني، أصوات حرف النون، نا، نو، ني.
هيا بنا نردد نشيد حرف النون. أنا حرف النون عندي ثلاث حركات نانوني. أنا حرف النون عندي ثلاث حركات نانوني. علي كم حركة لحرف النون؟ أحسنت يا علي، ثلاث حركات لحرف النون، ثلاث حركات. ما هي يا أحمد؟ أحسنت، نانوني. أنا حرف النون عندي ثلاث حركات نانوني. الصوت الأول النون بحركة الفتح، الصوت نا نا، مثل نصارى، نصحى، نقدا، نا نصرة، نا نصحى، نا نقدا. الصوت الثاني نو، مثل نصيرة، نصيحة، نقيدة، نو نصرة، نو نصحة، نو نقدا. الصوت الثالث ني، مثل نقاب، غنمة، كنسة، نا نو ني، نا نصرة، نا نصحة، نا نقدة، نو نصرة، نو نصحة، نو نقدة، ني نقاب، ني غنمة، ني كنسة. هيا نكون كلمات من أصوات حرف النون. هيا نكون كلمات من أصوات حرف النون. كلنا يستمع. نصحى، نصرى، نضج، نصحى، نصرى، نضج، نصيحة، نصيرة، نضج، نصيحة، نصيرة، نضج. مرة أخرى، نصحى، نصيحة، نصرى، نصيرة، نضج، نضج، نصحى، نصرى، نضج، نصيحة، نصيرة، نضج. تدريبة على حرف النون. كلمة نصر ينقصها صوت، من يذكره لي لأكتب الرمز؟ حسن تفضل. نا نصر، حسن، نا صوت، نا نصر. كلمة نجوم ينقصها صوت، من يذكره لي؟ عبد الرحمن، حسن، نو نجوم، نو نجوم. كلمة نسمة ينقصها صوت، من يذكره لي؟ إبراهيم، أحسن، نسمة، نسمة. نا نصرة، نو نجوم، ني نسمة. هيا بنا أبنائي نستمعوا إلى نشيد الحروف. حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت، ذال ذئب وحش صلب لا يرهب إلا الكلب، راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين، زاي زهر
زهراء أصفر أحمر وهي بعيني أجمل منظر. سين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال دال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء. شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور. صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد السمكة. ضاد ضابط يحمي وطني يحفظ أني يرى سكني. ضاء طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشكل. ضاء ظفر نظفنا طال قليلا فقصصنا. عين عين تخشى الله تشهد خيرا فيه رضا. عين غار غار حراء فيه أنزل القرآن. فاء فيل ذو أنياء وهو صديق يا أصحاب. قاف قمر فيه منازل ومواقيت تهدي السائل. كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري. لام لحم ينمو جسمي يكسو عظمي فيه أسماء. ميم مسجد بيت الله فيه أؤدي كل صلاة. نون نهر نهر فهو كريم غير بخيل. هرم عال القمة وبناءه رمز للهمة. واو وجه للإنسان فيه إشراق بالإيمان. ياء يد ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرة. باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال دال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء. إلى هنا دعنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصتنا. أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.